طلاب محاضرتنا اليوم راح تحكي عن المتطلبات، متطلبات البرمجيات وتحليلها. تمام؟ طبعا متطلبات البرمجيات وتحليلها راح ياخذ منا عدة محاضرات بهذا الفصل او بهذا العام، اللي هو لانه موضوع واسع وراح نهتم بتفاصيل كثير جانبية منه بحيث انه نلم بكل جوانب هذا الموضوع. ف بالنسبة لمحاضرتنا راح نبدأ اليوم بتعريف المتطلبات، متطلبات البرمجية، ونتعرف على المتطلبات الوظائفية والغير وظائفية، وبالمحاضرات اللاحقة راح نتعرف على الاستنباط أو استخراج المتطلبات اللي هي requirement elicitation، وكمان في محاضرات لاحقة راح نتعرف على requirement specification اللي هي تحديد مواصفات البرمجية، واللي هي يعني توصيف المتطلبات بشكل نهائي. وفي مراحل لاحقة من المحاضرات القادمة سنتعرف أيضا على requirement validation اللي هي التحقق من صحة المتطلبات، و requirements change انه كيف نتعامل مع التغييرات في المتطلبات. طبعا ممكن تشوفوا في عناوين متشابهه مع العمليه البرمجيه مثل الفاليديشن والسبيسيفيكيشن، ولكن نحن عم نحكي عن المتطلبات بالتحديد، وراح اوضح هي التفاصيل وهي الاختلافات طبعا اليوم. نبدا بتعريف المتطلبات. ما هي المتطلبات؟ المتطلبات لبرمجي ما أو لنظام برمجي هي توصيف لما يجب على السيستم أو على البرمجي القيام به. ما هو المطلوب من البرمجي؟ هذا هو تعريف المتطلبات. طبعا عادة ما هو المطلوب من البرمجي؟ يمكن النظر إلى المطلوب من البرمجي على مستويين. أولاً على مستوى الخدمات، يعني ما هي الخدمات التي تقدمها البرمجية، وليكن نظام حجز تذاكر طيران، هذه خدمة يقدمها برمجية. المستوى الثاني هو ظروف تشغيل هذه البرمجية، ظروف التشغيل، يعني ظروف التشغيل تتعلق من جهة بالبيئة اللي موجودة فيها البرمجية، يعني ما هي البرمجيات الأخرى التي ستتواصل معها، ما هي الأجهزة الأخرى، الأنظمة الأخرى التي سيتعامل معها هذا النظام البرمجي من جهة، ومن جهة أخرى القيود المفروضة، قيود تشغيل مفروضة. مثلا يجب أن تعمل البرمجية على سيرفر مخدم يعمل بنظام لينكس، هذا هو قيد تشغيلي مفروض على السيستم، على السيستم البرمجي. هذا بيحدد طبيعة النظام التشغيل اللي تحتاجه البرمجية. طبعا مو تحتاجه البرمجية، تحتاج أن تعمل به البرمجية. ممكن أنا يكون البرمجية عبارة عن تطبيق موبايل بيعمل على iOS وبيعمل على أندرويد، ما عندي أنا مشكلة، ولكن لما بيكون مطلوب مني إنه هذا حصراً يعمل على iOS، أنا مطلوب برمجية تعمل على iOS، هذا متطلبات تشغيل، قيود مفروضة على التشغيل. فإذاً المتطلبات يمكن النظر إليها من مستويين، أولاً مستوى الخدمات التي تقدمها البرمجية، والمستوى الثاني مستوى ظروف التشغيل أو قيود التشغيل المفروضة على هذه البرمجية. لو دققنا جيداً بهذين المستويين لو وجدنا أنهما يعكسان حاجة جهتين مختلفتين. الخدمات التي تقدمها البرمجية هي تعكس حاجة المستخدم، مو هيك؟ اليوزر، بالنتيجة الخدمة ستقدمها البرمجي إلى مستخدم. هالمستخدم إذا فرضنا رح نشوف اليوم مثال
نظام خدمات صحية في مشفى، فهذا المستخدم ممكن يكون المريض، وممكن يكون الطبيب، وممكن يكون مدير في المشفى. تمام؟ كل واحد منهم هدول رح يحصل على خدمة من هذا السيستم. فإذا ما تقدمه البرمجية كخدمات هي متطلبات المستخدم، في حين أن ظروف التشغيل المفروضة أو المطلوبة من البرمجية نسميها متطلبات النظام. إذا هذا التعريف اللي انطلقت أنا منه من للمتطلبات عم بيقول إنه المتطلبات هي توصيف لما يجب أن يقدمه النظام البرمجي، وهو على شكل خدمات، وهو على شكل ظروف تشغيل. فالخدمات هي تناسب متطلبات المستخدم، الخدمات تقدم للمستخدم، أما ظروف التشغيل فهي متطلبات النظام، متطلبات من النظام البرمجي. إذن تقسم المتطلبات إلى صنفين، إلى فئتين، إلى طبقتين، واحدة هي متطلبات المستخدم، واحدة هي متطلبات النظام. الخدمات التي تقدمها البرمجية هي متطلبات المستخدم، وظروف التشغيل التي يطلب من البرمجية العمل خلالها هي متطلبات النظام. طيب، حتى ندرس المتطلبات، عادة دراسة المتطلبات تبدأ بتحليل هذه المتطلبات. طيب كيف تحليل؟ يعني إذا ما عندي أنا متطلبات لسه ما بعرف شو هي المتطلبات، شو بدي أحللها؟ معناتها ما نبدأ من التحليل. تحليل المتطلبات المعرفي، يعني نبدأ أولا بتعريف المتطلبات. مطلوب منا برمجية معينة بوصف فاهي جدا واسع، نأتي ونعرف المتطلبات، نحدد تماما المتطلبات هذه البرمجية هي 1 2 3، ثم بعد ذلك نقوم بتحليل هذه المتطلبات. ماذا يعني التحليل؟ إذا كنا قد حددنا المتطلبات ماذا سنحلل؟ حدا بيعطينا فكرة؟ ممكن حدا يساعدنا بهي الفكرة؟ إذا بالأساس أنا قمت بإيجاد المتطلبات ماذا سأحلل؟ طيب ممكن نحن نحلل شو مطلوب منها النظام؟ وهي المتطلبات مثل ما أنا عرفتها فوق، إنه هي المطلوب من النظام البرمجي. هل برمجي المطلوب تصميمه وتنفيذه؟ يعني مطلوب منا أنا كفريق برمجي، مطلوب مني برمجي، أنا قمت بإيجاد finding out، يعني إيجاد المتطلبات. تمام؟ بعد ما أوجد المتطلبات أقوم بتحليلها. دكتور، ممكن من خلال التحليل نعرف هل هي تؤدي الشروط المعينة للوصول للخدمات المطلوبة؟ إذا أردت أن أحدد هل المتطلبات تلبي الشروط المحددة والمطلوبة، هي صار اسمها الفاليديشن، عملية التحقق. يعني بعد ما أنا أحدد بشكل نهائي المتطلبات، بكون أنا بروح بعمل شيء اسمه فاليديشن، بتحقق من صحة المتطلبات اللي وصلت لها. هلا التحليل هو تحليل المتطلبات نفسه تماما. هلا لاحظ، لما انا بقول انه انا اوجدت المتطلبات وبعدين حللتها، اذا اوجدتها ايش بدي احلل منها؟ قال المتطلبات، هلا راح نشوف انه ما بتنوجد بشكل صريح وما بتنوجد بشكل محدد. تمام، راح نشوف انه عمليه الفايندينج اوت، يعني ايجاد هاي المتطلبات وتحليلها، ممكن تدخل بحلقة تكرارية، ريثما نصل إلى فهم متبادل للمتطلبات بين الفريقين، الفريق اللي بده البرمجية والفريق اللي بده يشتغل البرمجية. تمام؟ يعني لما بيجي الزبون وبيقول لك أنا بدي برمجية تطبع لي تقارير سنوية عن المبيعات
في هذا الماركت. تمام؟ هلا هيك صارت المتطلب موجود عنده، فانت بتجي كبزنس اناليست بدك تساعده للزبون ونفس الوقت تساعد الفريق التطوير عندك انه يعرف تماما ايش بده يساوي، ايش هي البرمجيه اللي بده يبنيها. فبتقعد انت بتحلل هذا الحكي اللي اعطاك اياه، انه بدي انا اطبع تقارير سنويه، فبتجي بتقول له بدك التقارير اسبوعيه ولا شهريه، وإذا أسبوعية على 6 أيام ولا على 7 أيام، وعندنا يوم عطلة بالأسبوع أو يومين مثلا. فهذا صار اسمه تحليل. لما بقى مو بس هيك، يعني تجي بتقول له أنت بدك التقرير ينطبع بآخر ساعة من اليوم من الشهر ولا بآخر أسبوع ولا بآخر يوم جمعة، إذا نحن اعتبرنا آخر دوام يوم جمعة، آخر يوم دوام هو جمعة. إذن عملية التحليل راح تأخذ المتطلب وتحاول تعمل منه متطلبات أبسط لحتى نقدر نلبي الخدمات اللي مطلوبة بشكل صحيح، اللي هي user requirement اللي هي متطلبات مستخدم، وكذلك نلبي ظروف التشغيل للبرمجي بشكل صحيح. يعني ممكن في طلب، هذا الطلب لا يمكن تنفيذه بنظام ويندوز، عم بيطلب طلب معين لازم تكون البرمجية تشتغل تحت نظام لينكس لحتى يقدر يعطي هذا الطلب. يعني في ميزات تختلف من نظام تشغيل إلى آخر، صحيح الكلام؟ فإذا لازم نحن نأخذ عملية التحليل، هي أنا أخذ المتطلب بشكله الأولي المعرف من قبل الزبون وحلله إلى متطلبات أبسط. هاي المتطلبات الأبسط ممكن تتفرع إلى متطلبات مستخدم ومتطلبات نظام، ممكن كمان تتفرع إلى شكلين آخرين، متطلبات وظائفية يعني functional ومتطلبات non-function يعني غير وظائفية. دكتور بس لو سمحت كأني الشاشة واقفة. اي واقفة لأنه لسه ما قلبت السلايد أنا، هذا يمكن السلايد رقم 3 طالع عندكم، ما هيك؟ اي 3 بس لأنه عم تحكي بالتصميم عفوا بالتحليل ففكرت أنه في سلايدات ثانية. أنا لسه عم بشرح آخر سطر اللي هو عملية إيجاد وتحليل وتوثيق المتطلبات. فحكينا أنه شلون إيجاد وتحليل، كيف بيتم هذا التتابع؟ متى ما وضحت المتطلبات عندي بروح أنا بقى بدي أكتبها. الدوكمنتينج هي أنا أكتب المتطلبات اللي حصلت عليها. عملية هاي الكتابة اسمها دوكمنتيشن، اللي هي الناتج تبعها مستند دوكمنت. تمام؟ وهي نفسها اسمها العملية الريكويرمنت سبيسيفيكيشن أو software specification، يعني ناتج عملية المتطلبات وتحليلها هي مواصفات البرمجية، مواصفات النظام البرمجي، واللي هي المستند اللي هي requirement document. بالنتيجة أنها تحصل على مستند ملف وورد مثلا ويتألف من عدة صفحات، ممكن يكون 10 ممكن يكون 100 حسب البرمجية. وهذا المستند هو بيوصف هالبرمجية، عمل البرمجية على صعيدين، على صعيد الخدمات المستخدم وعلى صعيد متطلبات النظام. تمام؟ هالعملية هي ككل اللي هي إيجاد البحث عن المتطلبات وإيجادها، تحليلها، ثم توثيقها على شكل مواصفات للبرمجية، تسمى هندسة المتطلبات requirements engineering، تسمى requirements engineering هندسة المتطلبات. إذا إيش هي هندسة المتطلبات؟ The process of finding out, analyzing, documenting and checking these surfaces and constraints is called requirement engineering. يعني عملية إيجاد وتحليل وتوثيق وفحص هذه الخدمات وظروف التشغيل تسمى هندسة المتطلبات. هذا تعريف كثير مهم لازم تحفظوه بالإنجليزي.
طيب هلا مبدئيا عرفنا ما هي هندسة المتطلبات، وعرفنا أن المتطلبات تنقسم إلى فئتين، إلى خدمات تقدم إلى المستخدم وإلى ظروف تشغيل تقدم إلى النظام. الخدمات نسميها متطلبات المستخدم، وظروف التشغيل أو قيود التشغيل نسميها متطلبات النظام. طيب خلينا نحكي شوي عن متطلبات النظام. عادة بتكون المتطلبات عبارة عن كلام بسيط مجرد بمستوى عالي من الوصف، يعني بدنا برمجية تطبع لنا تقارير أسبوعية وشهرية عن مبيعات هذا المخزن، وتطبع لنا تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن البضاعة الموجودة بهذا المخزن. هذا كلام يعني أنا وصفت بأربع أو خمس جمل نظام إدارة مخازن. ممكن صاحب العمل يعني الزبون اللي بده البرمجية أو المدير الشركة ممكن يحكي أكثر من هيك جملتين ثلاثة، بس ما بتوقع أكثر من هيك في حكي ممكن يحكي الشخص الغير مختص اللي هو بزنس مان، اللي هو رجل أعمال أو مدير شركة، هو في حاجة لبرمجية يقوم بإدارة المخازن. شو ممكن يوصف لك برمجية إدارة المخازن أكثر من هيك كلام بتفاصيل أكثر؟ ما في. وهذا الوصف مثل ما قلت يعني هو وصف عالي المستوى، بس أكيد ما رح ينسى الفكرتين، إنه لازم يحدد نوعية الخدمات، يوصف الخدمات اللي بده يقدمها البرمجية، ويوصف ظروف التشغيل أو القيود المفروضة على السيستم. تمام؟ طيب يعني صار في حاجة إنه نكون دقيقين أكثر عن المتطلبات. يعني إذا كان الزبون بده يحكي أربع خمس جمل ويوصف برمجي ويطالبني فيها وبعدين يلزمني بتفاصيل أخرى تظهر بعدين، في مشكلة صار، ما هيك؟ خلونا نشوف العملية كيف عم بتصير بتسلسل منطقي أو وفق حالات بزنس معينة، مثلا وفق بزنس موديل معين. خلينا نشوف شلون بتصير هاي المسألة. طبعا أحد الباحثين والمهتمين بهندسة البرمجيات بعام 1993 حدد هذا الوصف للمتطلبات. فرح نفرض السيناريو التالي، انه عندنا شركة تحتاج الى برمجية معينة، تحتاج الى تطوير برمجية معينة. اذا لما انا بحتاج الى، انا كشركة بحتاج الى برمجية معينة، نطرح مناقصة، مو هيك؟ الشركة بتطرح مناقصة لمشروع تطوير برمجية، ما هيك؟ بيسموه استدراج عروض أسعار، أو مثلا يعني ما كتير أنا شاطر بهي المصطلحات، بس فهذا الاستدراج العروض الأسعار بينكتب فيه أنه تعلن شركة XYZ عن حاجتها لبناء وتطوير برمجية تقوم بالمهمات التالية 1 2 3، بس مو أكثر من هيك. فإذا العروض المناقصات أو المناقصات اللي تطرح عادة بتحدد الوصف في مستوى عالي، هاي ليفل أبستراكت، تمام؟ ما بتقوم بطلب تفاصيل كثير في البرمجية، هيك البزنس موديل بيعتمد. بهالحالة هاي بيجوا المتعهدين اللي هن بيمثلوا شركات البرمجي وودن يقدموا على هاي المناقصة، ما هيك؟
طبعا احد اهم اهداف انه المناقصه لما تنطرح تنطرح بمستوى عالي من التجريد بدون تفاصيل. الهدف منه انه نعطي فرصه للمتعهدين انه كل واحد يقدر يقدم بالخدمات اللي عنده. اذا انا بدي احدد تماما ايش هو المطلوب بشكل مفصل ودقيق، معناته انا حصرت بمتعهد واحد او بلا احد، لانه كل شركه برمجيات بيكون لها فريم ورك عمل تهتم فيه تشتغل على اساسه. هلا لو رحنا لكل شركه برمجيات بتلاقي انه هدول بيشتغلوا بالبي اتش بي، هدول بيشتغلوا بالجافا سكريبت، هدول بيشتغلوا مثلا وفق منهجيه معينه وهكذا. فانا المفروض ما احكي بتفاصيل تمنع متعهدين انه يقدموا على هي المناقصه، تمام؟ فلازم احكيها بشكل عالي المستوى من التجريد لحتى اسمح لكل المتعهدين انه يجوا يقدموا، يعني حتى شوف انا خيارات اكثر. الهدف اذا انا عم بشتغل فعلا لصالح شركتي انه انا اشوف خيارات اكثر من العروض، اقدر اختار الشيء الانسب. فلما بيجي المتعهد بده يقدم على المناقصه بيروح هو بيحدد شوية متطلبات، بفوت بتفاصيل أكثر إنه نحن رح نعمل لكم برنامج يقوم بيقدم الخدمات التالية 1 2 3 4 5، بعد مثلا شوية تفاصيل. فهون الشركة بتعود بتنقي العقد المناسب اللي بيقدم تفاصيل أكثر مناسبة أكثر وبتحس الشركة إنه هو يعني جاي عم يعطي الخدمات اللي بدنا إياها اللي لازم لنا فعلا بشكل صحيح، فبيعود بتم اختياره، تمام؟ بيقولوا له أنت يا شركة ABCD أنت فزت بالعقد، أنت فزت بالمناقصة، وتعالى نكتب العقد. بقى هون بصفي مربط الفرس لما بدنا نجي نكتب العقد. العقد لازم يتضمن تفصيل كافي ووافي لمتطلبات النظام، تمام؟ يعني لما انا كشركه برمجيه بدي اتعهد هلا بناء برمجيه معينه، لازم انا اقدم العقد، يعني اما بيكونوا جزء من العقد او ملحق بالعقد، هو متطلبات البرمجيه من خدمات ومتطلبات نظام، يعني متطلبات مستخدم ومتطلبات نظام. وهاي المستند اللي هو ملحق بالعقد أو جزء منه هو يسمى مستند متطلبات النظام، أحياناً فورمالي بنسميه السوفتوير سبيسيفيكيشنز. السوفتوير سبيسيفيكيشنز هو يعني المتطلبات مكتوبة في مستند. ليش أنا يعني عم حدد إنه هي مكتوبة في مستند؟ لأنه المتطلبات تبدأ بجملة اللي هي اسم البرمجية وتنتهي بمستند واسع يمتد إلى العديد من الصفحات تشرح بالتفصيل ماذا يجب أن تقدم هذه البرمجية وكيف يجب أن تعمل هذه البرمجية، تمام؟ حدا عنده سؤال على التطور الزمني للمتطلبات؟ صارت هاي الفكرة واضحة؟ تمام دكتور، الله يعطيك العافية. واضح دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. ما بدي حدا بكره يقول ما مرت معنا هاي الفكرة، هاي فكرة كثير مهمة بهندسة البرمجيات، يعني حتى مفهوم المتطلبات عندك وكيف عم تتدرج من مستوى عالي من التجريد إلى مستوى مليء بالتفاصيل لازم نكون يعني نكون كلياتنا متمكنين منها وعلى دراية فيها.
طيب هلا صرنا عند نقطة إنه المتطلبات رح تبدأ بوصف عالي التجريد وتنتهي بمستوى مفصل، مستوى مليء بالتفاصيل. ممكن بمرحلة من المراحل هاي التفاصيل تكون عبارة عن توابع رياضية، يعني نوصل لدرجة إنه نوصف الأوتبوت تبع البرمجية بتوابع رياضية، ممكن نوصل لهيك مرحلة، في كثير برمجيات بتوصل لهيك مرحلة. تمام؟ فكمان هيحطوها بالاعتبار، خلوها ببالكم. طيب هلا المتطلبات لازم ننظر لها على مستويين، قلت لكم هي مستويات مختلفة من التجريد، ولكن في مستويين أساسيين من التجريد لازم ننتبه لهم. من شوي أنا قلت هون لما كنت بهذا السلايد، شايفين بهذا السلايد لو رجعتوا قريتوا بتلاقوا أنه في مرحلتين أساسيات بموضوع التفهم حول البرمجية. تمام؟ في بعد ما الشركة تعلن عن مناقصة لاستدراج عروض أسعار لبرمجية، بصير في تقديم عروض الأسعار، هذا بسميه bid of contract. لما بيجي المتعهد بيقدم العرض تبعه، هذا بسميه bid of contract. وبعدين لما بصير الاتفاق وبيرسى عليه التعهد، فبده ياخذ هو البرمجي، راح ينكتب العقد الأساسي، عقد التنفيذ. فالمتطلبات ممكن هي إما جزء من البيد أوف كونتراكت، يعني جزء من عروض الأسعار، مو هيك بنسميه عرض أسعار اللي بقدمه المتعهد أثناء لما بقدم على المناقصة، والجزء وممكن يكون جزء من العقد نفسه. تمام؟ فإذا كانت جزء من عروض الأسعار فبيكون مكتوب بمستوى تجريد معين، بمستوى عبارة عن كلام، وبيكون قابل للتفسير لتفسيرات مختلفة. يعني ممكن نفس الجملة، طبعا تفسيرات مختلفة، مو الهدف منها أنه أنا قلت لك هيك، لا أنت قلت لي هيك، لا، الهدف منها أنه هاي الجملة تعني للمبرمج المطور شيء، وتعني للمتعهد اللي هو صاحب مثلا خلينا نقول البزنس أناليست تبع الشركة اللي هو على تواصل مع الزباين، وتعني للزبون اللي هو مثلا مدير الشركة المفترج للعروض شيء آخر. هي كلها كلام صحيح، أنا ما عم نحكي هون بشيء رمادي، إنما عم نحكي إنه هذا المستوى من التجريد بده يكون مناسب لكل هدول المستويات. طبعا هذا الكلام بحالة عروض الأسعار، استدراج عروض الأسعار، يعني البيد أوف كونتراكت. لازم الكلام، الطريقة اللي توصف فيها المتطلبات يفهمها يعني المطور المبرمج، ويفهمها البزنس أناليست، ويفهمها مدير الشركة اللي بدأ تأخذ الخدمة، ويفهمها مدير الشركة للشركة البرمجية أو رئيس فريق التطوير أو ما شابه. يعني لازم يكون مناسب لكل مستويات الناس. هذا الكلام اللي راح تكتبه أنت في استدراج عروض الأسعار، هيك في العرض تبعك لما بتقدم أنت عن مناقصة، هيك راح تكتب المتطلبات بطريقة أنه يفهموها كل الناس. كل الناس يعني كل الستيك هولدرز، كل الناس المعنيين بالبرمجية، هدول مسميهم بالإنجليزي الستيك هولدرز. تمام؟ بس لما بتكون المتطلبات هي جزء من العقد نفسه، هلا هون اختلف الحكي. لما بتكون المتطلبات جزء من العقد نفسه فلازم تتعرف بشكل مفصل، لازم كل شيء تفاصيل ممكنة تنكتب بهاي المتطلبات. فبس نشوف أمثلة لقدام، محاضرة اليوم أو بكرة راح نشوف أمثلة على هدول المستويين، فبتلاحظ أنه في فرق كبير، أنه يعني حكينا أربع جمل أو وصفنا برمجية بنص صفحة أو بعشر أسطر،
انتهينا كمتطلبات لما كتبنا العقد، انتهينا بعشرات الصفحات، ممكن متطلبات توصل إلى عشرات الصفحات. يعني اليوم أو بكرة راح أفرجيكم مثال تعليمي هو فقط لتتدربوا عليه. يعني عندنا شيء 20 صفحة المتطلبات انكتبت فيها 20 صفحة. طبعا هاي متطلبات نهائية كتفاصيل، بينما المتطلب الأساسي اللي هو كان جزء من عرض الأسعار هو كان عدة أسطر، عبارة عن مستند مكتوب أو نص مكتوب بعدة أسطر. طيب هلا بننتقل بالوقت اللي متبقى عندي للجلسة الأولى، بننتقل لموضوع التعرف على الـ User Requirements والـ System Requirements. راح نحاول نعطي تفسير رسمي لهم. الـ User Requirements هي عبارة عن تعابير لفظية مكتوبة باللغة طبيعية محكية، يعني تكون عربية أو إنجليزية أو تركية أي لغة، ومدعومة بمخططات. هالعبارات اللغوية المدعومة بمخططات توضح الخدمات المتوقع أن يقدمها النظام أو أن تقدمها البرمجية وظروف أو قيود التشغيل. طيب إذن ما هو الاختلاف عن السيستم ريكويرمنتس متطلبات النظام؟ ما ونحن من شوي كنا عم نقول المتطلبات هي خدمات للمستخدم وظروف أو قيود تشغيل للنظام البرمجي. خلونا نشوف إذن ما هي متطلبات النظام. متطلبات النظام هو وصف تفصيلي أكثر عن وظائف البرمجية والخدمات التي تقدمها وقيود التشغيل أو القيود التشغيلية. إذن إيش الاختلاف بين User Requirements و System Requirements؟ متطلبات المستخدم ومتطلبات النظام. وحدة مكتوبة بلغة محكية، عبارات لغوية محكية عم توصف خدمات النظام، الخدمات اللي راح يقدمها النظام للمستخدمين والقيود المفروضة على التشغيل. والثانية اللي هي متطلبات النظام عبارة عن وصف تفصيلي لهالخدمات والوظائف وقيود التشغيل كذلك. إذن هو نفسه مستوى التجريد، يعني هون أنا عم بكتب بلغة محكية بسيطة لما عم بحكي عن User Requirements، في حين انه لما بدي احكي عن سيستم ريكويرمنتس بدي احكي عن شيء تفصيلي. كثير من المراجع او كثير من الستاندردز المعايير خلينا نسميها بتسمي متطلبات النظام بانها هي توصيف الوظائف الفانكشنال سبيسيفيكيشن، إنه وصف لوظائف النظام، هي عملياً نفسها متطلبات النظام. طبعاً أهم معلومة بناخدها من هاي متطلبات النظام إنه نحن بنحدد بطريقة واضحة تماماً ما هو الفانكشن اللي رح يتنفذ عملياً رح يتحقق. يعني شو هي العمليات البرمجية، الأكواد، الأوبجيكت اللي رح نعرفهم، يعني التنفيذ العملي للبرمجية سيتم استخلاصه من خلال متطلبات النظام. متطلبات المستخدم ما بتعطي شيء أبداً عن التنفيذ العملي، بتحدد ماذا سيقوم به النظام بشكل لغوي وفضفاض مستوى عالي من التجريب. في حين انه السيستم ريكويرمنتس بتوصف الخدمات وظروف وقيود التشغيل للبرمجيه بشكل دقيق ومفصل، اضافه الى ذلك تساعد بشكل كامل
أو تحدد بشكل كامل كيفية تنفيذ العمل لهذا النظام البرمجي. وعادة ما بتكون مثل ما حكيت أنا بالسلايد السابق هي جزء من العقد